طريقتين في توزيع الاضاءه، ستايلين. ستايل بتبني الاضاءه حسب ما انت متخيل، وبعد كده بتستخدم الاضاءه اللي موجوده في المكان، في اباجوره، في لمبه منوره بشكل معين، ولا كل الكلام ده. في بقى ستايل تاني، انت بتبني على اساس توزيع الاضاءه في المكان ايه عشان يبان طبيعي بس مديك الكواليتي اللي انت عايزه. يعني زي مثلا انا في اللمبه دي قدامي صح، وانا الكاركتر بتاعي واقف هنا كده مثلا، والكاميرا من الزاويه دي كلوز، باين في الكاميرا ان في مصدر ضوء ورا، تمام؟ فهيخلي الباك لايت اعلى من الكي، او عشان يخلي الكي عادي يخلي في افاجوره مثلا باين حته منها كده، تمام؟ فالافاجوره دي تكون منوره عامله الكي اللي انا عايزه، او ان في كشاف او دينكي او وات ايفر ان كان بيموتيفيت اللايت ده، او بيساعد الضوء ده ان هو ايه تاخد الكواليتي اللي انت عايزه، لان احيانا الاضاءه اللي موجوده المتوفره عادي تديك كواليتي سيئه شويه. فاخر حاجه قلناها ان انت في توزيع الاضاءه ممكن ان انت تستخدم الستايل ده او الستايل ده. ايه اللي بيفيد؟ ساعات كتير قوي التصوير بالستايل او ان انت بتبني الاضاءه بتاعتك على مصادر الضوء اللي موجوده عندك بيخلي اللوك طبيعي او دوكيومنتري، لان انت ما بتعملش حاجه مختلفه عن ما بتعملش كونتراست مختلف عن اللي موجود في المكان، لان خلي بالكوا ده بيدي احساس برضه في الصوره. فانت نفترض ان انت مسكت الكاميرا وصورت على اللايتنج اللي موجود دلوقتي، تمام؟ المشكله الوحيده يعني مشكلتين بيقابلوك، كواليتي اوف لايف، دي مشكله احيانا ساعات بتغاضى عنها لو انت عايز تطلع ستايل دوكيومنتري قوي، طب بعيوب الصوره حد اوت اوف فوكس مش مشكله، انا الستايل بتاعي دوكيومنتري، تمام؟ العيب التاني ان هو ما بيبقاش موزع زي ما انت عايز. لو شخص واقف وراه مصدر ضوء قوي، تمام؟ فايه الطبيعي بالنسبه لنا؟ هنشوف الشخص فيه شل بشكل كبير. فانت بتعمل نفس الستايل ده في الاضاءه بتاعتك. عايز تبين ده، تمام؟ فتبين في الصوره للعين ان الموضوع ده حقيقي، ازاي ننور مشهد لوكي او مصدر الاضاءه في السين عموما منخفض، تمام؟ والمشهد الثاني هيكون فيه حركه. ازاي تصور مشهد فيه حركه؟ انا هنا دلوقتي عندي في اضاءه الغرفه الطبيعيه دي هيكون فيه مصدر ضوء في السقف، تمام؟ حاجه من الاثنين، لو انا مش هستخدمه اوكي هطفي مصدر الاضاءه بتاعي. ممكن مثلا احط افاجوره هنا كده، تمام؟ واعمل لها موتيفيت بي كي بس، ممكن فعلا نحط افاجوره هنا. ما انت خلي بالك احنا اوريدي منورين الدخله، تمام؟ هيجي يقعد هنا فلازم يكون في كي هنا. الكي من الحلو ان هو يكون في الزاويه دي، ليه؟ عشان انت كده هتبقى بتصور من زاويه الشادو، وزي ما قلنا ده حاجه برده من ضمن الحاجات اللي بتخلي الصوره سينمائيه بشكل كبير. قوي للممثل عينيه، لازم عينيه يكون فيها حاجه اسمها كاتش لايت. الكاتش لايت ده بيبقى تاثير بيظهر على العين بس، نور بتحسه دايره او الشيب ايا كان، طبعا الشكل بتاع الضوء مصدر الضوء اللي انت حاطه بياخد الشيب. فاحنا عشان ناخد الكاتش لايت ده ممكن تقلل على قد ما تقدر، ممكن نحط ديفيوجن كمان عليه او نقص الضوء. نبص حد يمسك ده يا جماعه، وعلشان يبان الكاتش لايت علشان يبان بيكون في الزاويه العكسيه للكاميرا. اوكي. يعني هو لو في نفس الزاويه مش هنشوفه. انما في الزاويه العكسيه يعني تحس العين كانها ازاز. هتعكس اللي في الزاويه العكسيه بالظبط. لو انت ما معكش مصدر ضوء زي ده بفلاش الموبايل. ممكن نقفل كده ونجرب الفلاش. الحاجات اللي احنا بنقولها دي اسرار ان الصوره تطلع تنبهر بيها كمشاهد. تمام؟ الكاتش لايت من احد اهم الحاجات اللي بتخلي الصوره سينماتيك بشكل كبير. طيب حاجه برضو من الاسرار ان كل ما يكون مصدر الضوء حجمه كبير كل ما يكون اضاءته انعم ومشتته اكتر، تمام؟ كل ما يكون مصدر الضوء حجمه كبير كل ما يكون الاضاءه انعم ومشتته اكتر. يعني اللي احنا عاملينه ده الاضاءه برضو مهما تحط عليها ديفيوجن او كالك او وات ايفر ايه هو، الاضاءه برضو هتبقى متوجهه بشكل كبير، مش مشتته، مش ناعمه. فانت علشان تاخد اضاءه ناعمه بتعمل ايه؟ نفس الكشاف ده، تمام؟ بس هتحطه، عارفين انت السوفت بوكس بتاع الفوتوغرافيا؟ الابيض ده؟ بالظبط، بس هو ما بيركبش طبعا على الدناكي، ده مبدئيا يعني بيركب على الليد بس،
يعني فيه هدات ليد موجهه برضه بس غاليه حبتين 3 4. مجرد بوكس كده ومحطوط قدامه نفس الفكره دي، بس لانه بيوزع الاضاءه على مساحه اوسع فبيبقى مصدر الضوء اكبر. تمام. طيب لو انت مش معاك ده اللي انت هتعمله، لو ده اللي معانا الكي، تمام، الكي لو عملناه بالشكل ده برضه الشادو هتلاقيه حاد. تمام. مبدئيا تعالوا نكمل، هنعمل ده كمان شويه. تعالوا دلوقتي خلينا في الصوت، ولو معاك لزق طبعا بتعمل ايه؟ تيب هنا كده علشان ما يبقى بالظبط ما يسقطش معاك في الفريم. احنا قلنا المره اللي فاتت افضل زاويه للايه؟ للبوم. افضل زاويه للبوم هتبقى هنا قدام مكاني هنا. تعالى دي الماسكه الاساسيه للبوم، فانت بتقدر ان انت تتحرك مع الممثل لو ليه حركه سريعه، فبتقدر ان انت ايه تتحرك. وقلنا حاجه برده المره اللي فاتت، لو انت اندور احيانا ايه خطواتك دي حبان، فتخلي الكرو كله بالشرابات. تمام. عشان ما تاخدش الايه الاصوات دي مع الممثل. دلوقتي ل 30 ثانيه هتلاقي ايدك بتتقل. تمام. فتاني ماسكه، الماسكه اللي بعد دي الاريح كده طبعا، ايه هتديك الحركه برده بس مش زي مش الحريه بتاعت ان انت تكون رافع ايدك، بس دي كده عشان لو انا هقف كتير. زاويه المايك زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت كده، لو انا كده برده تعبت وكده تعبت، ايه الماسكه الاريح؟ لو انت الفريم ميديوم بالشكل ده تقدر ان انت تمسك المايك كده، فانت كده بقيت مع الجاذبيه مش عكسها، فمش هتتعب خالص. وطبعا لما بتمسك ايه من الاجزاء دي. عيوب الماسكه دي ايه؟ اي ايكو في السقف بيظهر معاك، وده برده من ضمن الحلول. لو انت في لوكيشن وفاضي زي اللي احنا فيه ده وعايز تعرف ان اذا كان في ايكو ولا لا، لو مش عارف كم تعمل كده، في ايكو بسيط احنا سامعينه في السقف، حاجه بسيطه جدا. انت عايز تخفي الايكو ده، هات اساس من اللي موجود عندك، بطانيات، مكتب بشكل معين متبطن، كنب. طبعا لو انت عندك مساحه ده املى كل الايه الاركان بالذات بتاعه اللوكيشن. اتنين بيضحكوا ورا واللوكيشن ممكن يكون فيه كده فعلا. تمام. تلاته بيضحكوا ورا، فانت ممكن يكون فيه كده في اللوكيشن فعلا. تمام. فانت عشان تخلي الممثل في المود ده، مبدئيا مفيش حد في الكرو يعمل الكلام ده ابدا، لان هو مهما يكون ممثل احيانا ممكن يشوف اللي ورا ده بيضحك، مش هيضحك، ممكن يبقى في سنه اجريسيف ان هو ده بيضحك عليه، ان هو ما بيعرفش يمثل مثلا حاجه، فالموضوع ممكن ما يبقاش لطيف. تمام. بس عشان تخلي الممثل في المود، مبدئيا هو بيبقى الكاركتر بتاعه ليه اسم طارق، يستحسن ان انت تعامله دايما في اللوكيشن او اي حاجه قريبه من اللوكيشن هو طارق، تتكلم معاه كطارق، والافضل ان انت تتكلم معاه ان هو كاركتر حقيقي. يعني في بعض الممثلين لما هتاخده في الكورس تمثيل شويه، في ان انت الممثل بيبقى لابس الشخصيه بدرجه كبيره، ان هو بيصدق نفسه خلال فتره التصوير، اذا كانت بقى شهر شهرين وات ايفر قد ايه، بيصدق ان هو كاركتر ده. زي احمد زكي كده في السادات لما حته عوجه البطن دي وبتاع استمرت معاه بعد التصوير، ان هو كان بيعايش نفسه في الحاله بالظبط بكل تفاصيلها بكلامها. حتى في بعض الممثلين لو هو الكاركتر بتاعه شخص عنيف قوي، من كتر ما هو بيذاكر الشخصيه كويس قوي بيبقى بيبدا ان هو يبقى عنيف مع مراته مع اسرته مع كل الناس اللي حواليه. اعزله اكبر قدر ممكن عن اللي احنا بنعمله ده، اللي هو الجزء اللي ما ورا الكاميرا، ما تقعدوش يعني ما تقعدوش كده مثلا تظبط عليه لايك، ضحكه من هنا على مش عارف مين، على مين بيتكلم هنا، على يا فنان ممكن اتصور معاك على بتاع، هتلاقي ده كله ايه؟ هو فصل، خرج بره الكاركتر خالص. فانت بتخليه في اوضه لوحده وتقعد تتكلم معاه زي ما قلنا عن الكاركتر او عن المشهد. ان انت برضه خلي بالك السين بيبقى ليه غرض. يعني المشهد اللي احنا فيه ده الغرض منه بالنسبه لطارق ايه؟ هو عايز ينجو من اللي هو فيه، عايز يفهم هو فيه ايه اللي حصل اصلا، فده الغرض بتاع السين. فهو بالنسبه له الكاركتر ده ايه؟ من ناحيته هو في كل حواره عايز يوصل للبوينت دي، ده انا ما عملتش حاجه، انا ما غلطتش في حاجه، انتوا مين؟ وهكذا. فده الغرض. الغرض ده بتركز عليه قوي مع الممثل، بتعرفوا ان احنا المشهد ده الغرض منه كذا، بتجيبه على التصوير على طول. قعد عملت ادجاست بسيط، بتظبط طبعا على الكاميرا ان انت اللايت جاي كده شويه جاي كده شويه، لان احيانا لما بتقعد شخص تاني زي المره اللي فاتت بالظبط بيحصل ايه التعديل البسيط ده، بتعمل كل تعديلاتك دي اللي هي مش هتاخد بيك كبير قوي 5 دقايق. تمام. ويلا تشوت، تاخد الشوت بتاعك، خدت تيك اول تاني تالت. احيانا ساعات الممثل بيحس ان هو في ازمه، هو هنا عنده مشكلة، في هو محتاج. تمام؟ فأنت لو لقيت كده
افصل تمام، خد 5 دقايق اتكلم مع المس وراجع معاه، هو غالبا هيبقى عنده مشكله في حاجه، يقول لك انا مش عارف اجيب الجمله دي ازاي او واحنا ممكن تربط يعني، ممكن الممثل يقول لك تعديل يضيف معنى اقوى فسيبه يعمل ده، لان كل واحد ليه مصطلحاته يعني. حتى الممثلين هتحسوا ليهم تيم معين، عادل امام تلاقيه فيه جمل معينه كده بيقولها على طول، في رفعه حاجب في كل الافلام، في حاجات معينه هي بتاعته تمام، فانت ما تفرضش عليه ان هو انت لازم تكون حاجه غير اللي انت فيها الحقيقيه تمام. هو قدر يعمل ده تمام، ما قدرش يعمله ما تكسروش، ما تكسرش اداؤه، لان هو حاجه برده من ضمن الحاجات انت عملتيها من شويه ليه حته ايه، قول الجمله كده، ما ينفعش تقول له قول الجمله كده، لان ادائك انت مختلف عن اداؤه هو لو انتوا الاثنين ممثلين تمام. غالبا المخرج بيبقى جواه ممثل يعرف يمثل في اي وقت تمام، ما تدوش اداء، قولي له قول الجمله دي وحسسه ان انت ايه بتتندم ان انت ما كنتش زي صاحبك، ده الغرض من الجمله، لو حسيتيها تحس ده الغرض بالظبط يعني بالظبط، انت اديله الاحساس هو الطريقه هو هيجيبها. من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تساعدك كفيلم ميكر وانت بتكتب سيناريو، كل واحد فينا الوقفه دي انت هتلاقيك مميز بيها، مش لازمه ليها حاجه مميزه المتلازمه دي تمام. في كتير قوي من الافلام يخلي لك حته ايه، ان هو ايده بتترعش لما يكون متوتر او يتأتأ في الكلام تمام، او اللي هو بيروح بيجي كتير لما بيفكر، كل انسان اصلا ليه حاجه، كل ده الحاجات بقى اللي باينه قوي فيجوال بتعمق الشخصيه اكتر تمام. يلا نحاول ناخد تيك، يلا بصوا بقى مع الكلام، انا كنت بقول ان هو يبان رايت زي ما اكون ايه متبع الكلام وراح اشوف تاثيره عليه تمام كده. يلا بينا نجرب، حاجه تانية بقى لو انا الشخص اللي بيتحرك وعايز انوره، فتقدر تركب ده على بوم تاني تمام ويتحرك معاك. أكشن. بس ان انت عشان تقدر تبقى